يوجد لدينا تنسيق آخر، وتنسيق مؤسسة وبرنامج الفارابي للتبادل. يجب الحديث عن هذا البرنامج بإيجاز أيضا. إضافة إلى برامج إيراسموس ومولانا، لدينا أيضا برنامج الفارابي للتبادل الممول من مؤسسة التعليم العالي على نطاق وطني. برنامج الفارابي للتبادل كما يوحي اسمه هو برنامج تبادل بين مؤسسات التعليم العالي في تركيا. يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في برنامج الفارابي للتبادل الاستفادة من البرنامج في جميع الجامعات التي لديها اتفاق مع جامعتنا والمعترف بها من قبل مؤسسة التعليم العالي. لكي يستفيد طلابنا من هذا البرنامج، يجب أن يكون متوسط معدل الطالب في مرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس 2/4 على الأقل، ويجب أن يكون معدل طلاب الماجستير أو الدكتوراه 2.5/4 على الأقل. ومع ذلك، ومن حيث اللغات الأجنبية، يجب على المتقدمين تقديم وثائق امتحانات لغة أجنبية سارية المفعول ومقبولة من قبل مؤسسة التعليم العالي ومركز القياس والاختيار والتنسيب، مثل امتحان تحديد اللغة الأجنبية للموظفين العموميين، امتحان إيجاد اللغة الأجنبية وامتحان إيجاد اللغة الإنجليزية آيلتس، وامتحان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية توفل. بصرف النظر عن البرامج الأخرى، فإن أي اختبار للغة الأجنبية تجريه جامعتنا غير صالح لبرنامج الفارابي. فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته للتو، فيشترط في البداية على طلابنا الذين سيستفيدون من برنامج الفارابي التقدم لجامعة تم عقد اتفاقية الفارابي معها على مستوى مؤسسة التعليم العالي. في هذا السياق، سيتمكن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس لدينا من الاستفادة من هذا البرنامج في إطار الاتفاقيات المبرمة. لن يدفع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين سيستفيدون من برنامج الفارابي أي رسوم. يمكن لطلابنا الذين سيستفيدون من هذا البرنامج الاستفادة لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين من المنح التي تحددها مؤسسة التعليم العالي. سيتمكن طلابنا من الاستفادة من المنح الدراسية التي تحددها مؤسسة التعليم العالي بالمعدلات التي يتم تجديدها كل عام ضمن نطاق برنامج الفارابي للتبادل. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هنالك تعليم باللغة التركية في الجامعات التي سيستفيد منها الطلاب ضمن برنامج الفارابي للتبادل. أي إن كانت الجامعة تدرس باللغة الأجنبية، فإضافة إلى الشرط الذي تحدثت عنه قبل قليل والمتعلق بحصول الطلاب في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس على معدل 2/4 وحصول الطلاب في مرحلة الماجستير والدكتوراه على معدل 2.5/4، فإنهم أعدوا ترتيبا للطلاب يعتمد 50% منه على تقييم الدرجة التي حصلوا عليها في امتحانات اللغة التي تم قبولها من قبل مؤسسة التعليم العالي، بينما 50% المتبقية تعتمد على تقييم متوسط معدلهم الدراسي معا وبحسب النتائج يتم منحهم منحة من برنامج الفارابي. أخيرا، أود أن أقدم لكم تنسيقية العلاقات الثنائية والمتعددة والتي تعمل أيضا تحت مظلة وحدة العلاقات الدولية. تتمثل المهمة الرئيسية لوحدة تنسيق العلاقات الثنائية والمتعددة في توقيع بروتوكولات اتفاقيات مع جامعات مرموقة في العالم خارج إطار برامج إيراسموس ومولانا والفارابي التي ذكرناها سابقا، حيث يعمل من خلال ذلك على توفير جميع أنواع التعليم والتدريب والندوات لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى الاستشارات المشتركة والندوات ودراسات المشاريع الأكاديمية. وتبدأ هذه العملية من خلال التوقيع على بروتوكول يسمى مذكرة التفاهم، التي تمكن من تنفيذ العديد من الأنشطة التعليمية المماثلة. يستمر هذا البروتوكول لمدة 5 سنوات من لحظة توقيع الاتفاقية من قبل رؤساء الجامعتين. في هذا السياق، هدفنا الرئيسي هو إبرام اتفاقيات ثنائية من جامعات تحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، ودعم طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في مرحلة التعليم والتدريب والمشاريع والأنشطة العلمية اعتمادا على فلسفة التدويل. بصفتنا وحدة العلاقات الأكاديمية الدولية في جامعة إسطنبول جراح باشا، نرحب بطلابنا الحاليين والمرشحين للتعرف على وحدتنا وزيارتها، حيث أوصيهم على وجه الخصوص بمتابعة موقعنا الإلكتروني المحدث والسهل الاستخدام للغاية، ليس فقط في نطاق برامج التبادل، ولكن أيضا فيما يتعلق بالساحة الدولية والاجتماعات الدولية والمنح الدراسية والمشاريع وجميع أنواع المعلومات المماثلة.